قبل الدخول في أصل الفامباير أو مصاص الدماء، هناك حالة طبية حقيقية مرتبطة بتلك الشخصية الفولكلورية. فبين كل 200,000 شخص هناك واحد فقط يعاني من حالة طبية تعرف باسم البورفيري، وهي حالة وراثية، ويؤدي ذلك المرض الوراثي إلى الإفراط في إنتاج وتراكم البورفيرنيات، والتي تظهر مضاعفاتها على جلد الإنسان وعصبه. ودون الانخراط في تفاصيل طبية، يعاني المصابين بهذا المرض من التعرض لضوء الشمس بشكل كبير، يتحول لإيذاء حاد للجلد لا يمكن احتماله، لذلك لا يمكنهم فعلياً مغادرة منازلهم على الإطلاق إلا في الليل فقط. وذلك ذاته ما يستند عليه شخصية الفامباير أو مصاص الدماء. ولكن السؤال، كيف كان وضع هؤلاء المصابين في العصور الوسطى، في فترة الجهل بالغرب قبل المعرفة الطبية؟ يذكر أن في العصور الوسطى جميع من كانوا مصابين بذلك المرض، والذي كان يزداد بحدة مع تناول الثوم، كان يتم حرقهم حتى الموت في محاكم التفتيش الشهيرة التي ارتكبت جرائم في تاريخ البشرية لا تغتفر. فوفقاً للمراجع التاريخية، يتضح أن هؤلاء من تم اتهامهم بمصاصي دماء أو مستذئبين، كان أغلبهم يعاني من تلك الحالة المرضية النادرة. وصدر في ذلك 3 كتب قيمة أثبتت الرابط رغم رفض بعض الباحثين في التاريخ ذلك. وكان يتسبب ذلك المرض، وحتى الآن، بتطورات صعبة من الناحية العقلية والنفسية تتحول لمرض، ومن التاريخ يوجد مشاهير عنه من هذا المرض، منهم الملك جورج الثالث البريطاني والملكة ماري الاسكتلندية. وحالة جورج بشكل خاص تعتبر الأشهر، وذلك لتجسيدها في مسرحية تاريخية بعنوان جنون الملك جورج. ويذكر أن المرض يتسبب في الخشية من الشمس والتهابات حادة في الجلد وبالفم، تتسبب في خروج الأسنان بشكل مشابه بعض الشيء لمصاص الدماء. كما أن في حالة تعرض المريض للشمس 3 أيام فقط، يتحول لون البول من اللون العادي المعروف إلى اللون الأرجواني. ومن ما تم ذكره من طبيعة الخوف من الشمس، والتحول الغريب عن البشر، وشكل الناب والحالة الذهنية الغير متزنة والنفسية، والإعدام بالحرب، نجد ذلك رابط كبير بين الفولكلور المتداول عن مصاص الدماء والمصابين بهذا المرض. ولكن كما ذكرنا، ما زال الأمر نزاع بين الباحثين بمجال الطب والباحثين بمجال التاريخ. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتسجيل إعجابك بالفيديو.